ابتداء يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي ارحب بكم في مديرية مكافحة التهريب بموقع عمون الإخباري. هذا الموقع حقيقة المميز واللي اعتقد انه من الاكثر مشاهدة على مستوى المملكة. شاكرين اهتمامكم بهذا الموضوع الحيوي اللي هو مسألة مكافحة التهريب، وانا اعتقد انه الاعلام له دور كبير جدا في التوعية من خطر التهريب سواء على الاقتصاد الأردني أو على المجتمع الأردني برمته. حول سؤالك، كم بلغ عدد ضبطيات العام 2021؟ حقيقة إحنا ضبطياتنا كثيرة جدا ومستمرة. بلغت الضبطيات في عام 2021 لمديرية مكافحة التهريب ما يقدر ب 1592 ضبط، من أشهرها وكان وأكثرها يعني حضورا على الساحة الوطنية مسألة ضبط خط إنتاج كامل لصناعة الدخان وتعبئة السجائر، واللي حقيقة كان يشكل تهديد وتم الحمد لله السيطرة عليه قبل أن ينتشر وقبل أن يبدأ بالعمل. من أشهر ضبطياتنا ضبط ماكنة تعبئة سجائر وماكنة تحميص وقص التبغ. طبعا إحنا عندما نتكلم عن الدخان والتعبئة نتكلم عن ضرائب عالية متعلقة فيه، وبالتالي مجرد إحنا ما وضعنا يدنا على مثل هذه المهربات مع تحدينا من هدر ضريبي بشكل كبير. تم ضبط ما يقارب 800 ألف حبة مخدر وكبتاكون والاركة في عام 2021. تم ضبط ما يقارب 36,194 قطعة سجائر إلكترونية ومستلزماتها. تم ضبط ما يقارب 219,179 حبة منشط جنسي مختلف، وهذه غالبا بتكون إما منتهية الصلاحية أو مقلدة، وحقيقة لها ضرر كبير جدا على الإنسان. تم ضبط ما مجموعه تقريبا 552,000 ويزيد من قطعة ألبسة، بالإضافة إلى ما يقارب أو يزيد عن 10 طن ألبسة ستوك تقاس بالوزن. أيضا تم ضبط ما مجموعه أو يقدر ب 120,000 زوج أحذية، وتم ضبط ما يقدر ب 38,248 جهاز كهربائي مختلف. وأخيرا وهنا أتكلم عن أشهر الضبطيات، ما يقدر ب 650 جهاز خلوي مهرب دخل المملكة وتم ضبطه. هذه أشهر الضبطيات، وطبعا هناك الكثير والمئات من الضبطيات الأخرى المختلفة، ولكن حاولنا نركز على أشهر الضبطيات التي تمت بهذا الجانب. أنا جميع ما أذكره هي ضبطيات داخل المملكة. على الحدود هي اختصاص زملائنا بالمراكز الحدودية. ما أذكره هنا هي ضبطيات تمت داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية، يعني داخل الأسواق أو داخل المدن إلى غير ذلك. أما اختصاص المراكز الحدودية واختصاص زملائنا في المراكز الحدودية. طبعا إحنا هنا بحب أنوه إنه حقيقة الحكومة الأردنية قامت بخطوات جريئة في بداية هذا العام، وهي تخفيض الرسوم الجمركية. وكان من أهم أهداف تخفيض الرسوم الجمركية الحد من عمليات التهريب، وبفضل الله بدأنا نلمس مثل هذا الأثر سواء من عدد الضبطيات أو من نوعيتها أو من كمياتها. بلغت عدد الضبطيات من عام 2022 حتى هذا أو حتى بداية شهر 3 تقريبا ما يقارب 210 ضبطيات. من أهمها تم ضبط تبغ يقدر ب 2200 كيلوغرام تبغ، بالإضافة إلى ماكينات قص تبغ عدد 2 داخل أحد المصانع. تم ضبط من أشهر ضبطياتنا أيضا ما مجموع 1234 ساعة دخلت إلى البلاد، وهي ساعات مقلدة بالمناسبة، ولكنها تحمل ماركات تجارية تغري المواطن أنها ماركات تجارية عالية المستوى، ولكن في الحقيقة هي عبارة عن ساعات مقلدة. وبالإضافة إلى كثير من علامات التجارية التي يتم ضبطها من ملابس وأحذية لغير ذلك. حقيقة بلغ الإجمالي ما تم تحصيله وليس ما تم ضبطه، ما تم تحصيله عام 2021 11,396,788 دينار، بالإضافة إلى قضايا غير محصلة. لما بتكلم عن قضايا غير محصلة أتكلم عن قضايا محالة
للنيابة العامة أو المحاكم الجمركية ما يقارب 5 مليون آسف و914,676 دينار، يعني ما يقارب حدود 18 مليون أو 16.5 مليون تقريبا، ما يقارب الضبطيات كانت أمنها. حصل منهن 11,396,788، هذه ما تمت المصالحة عليه وما تم دخوله إلى الخزينة. أنا بحب أطمن كل الشعب الأردني أن هناك لا يوجد حقيقة مشكلة حاليا بقضية تزوير الدخان أو خطوط إنتاج دخان أو غير ذلك. إذا كان هناك شيء فهناك شيء يسير وبسيط وتمت السيطرة عليه بفضل الله. طبعا هذا الكلام له مؤشرات ودلالات، يعني لا نتكلم هذا الكلام عبارة عن كلام إنشائي حقيقة، هذا الكلام له مؤشرات. من أهم المؤشرات اللي دائما تلمسها، وإحنا هنا بحب أكد إنه مديرية مكافحة التهريب وبالتنسيق حقيقة والتوجيه من عطوفة مدير عام الجمارك باستمرار نتجه باتجاه دراسة الأسواق. عندنا اليوم إحنا أقسام متخصصة بدراسة السوق، هذه الأقسام من شأنها بشكل عام تشوف الدخان موجود بالسوق، أنواعه، أسعاره، انتشاره، توفره بكثرة. من غير ذلك نحن نتقمص أدوار تجار أحيانا ونذهب إلى السوق لنشتري بضاعة. إحنا أحيانا بنحاول ندخل على بعض المواقع الإلكترونية حتى نشوف الذين يعرضون هذه البضائع وتحديدا الدخان. المؤشرات جميعها تشير أن المتوفر بالأسواق لا يشكل خطر ولا يشكل تهديد على ميزانية الدولة، وبالتالي أنا بطمئن كل الشعب الأردني أن الدخان الذي يتم بعيدا عن موضوع الصحة من الدخان من عدمه، ولكن على الأقل هو معظم الدخان المتوفر للسوق هو الدخان القانوني الذي يدخل البلد من خلال المصانع المعتمدة والقانونية والمراقبة من خلال أجهزة الدولة المختلفة. يعني هي القضية الحقيقة ما زالت قيد التحقيق لدى الادعاء العام، وتعرف التحقيقات غالبا يشوبها السرية وعدم الإفصاح عنها إلا بعد انتهائها وتحويلها المحكمة. لليوم هي لدى المدعي العام بالتحقيق، وبالتالي هو النيابة العامة حقيقة هي المخولة بالإفصاح عن أي معلومات. لكن ما أستطيع أن أؤكده أن القضية التي تم ضبطها من خط إنتاج دخان لا علاقة له بتاتا بأي قضية دخان سابقة، أبدا بتاتا. وهذا الموضوع يعني بجوز يشكل إشكالية لدى المجتمع الأردني ومجتمع السوشيال ميديا المتوفر، ولكن قضية الدخان السابقة أو ما عرفت بقضية عون المطيع انتهت منذ ما انتهت فيه في ذاك الحين، ولا يوجد لها أي جذور حتى هذا اليوم. أما ما تم ضبطه فهو خط إنتاج حاول بعض ضعاف النفوس أن يستثمروه لإنتاج دخان، ولكن بفضل الله دار الجمارك وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللي من خلالكم، اسمح لي أقدم حقيقة تحية شكر واعتزاز لكل أجهزة الأمنية على جهودهم المستمرة اللي بذلوها معنا، تم السيطرة عليه. وإن شاء الله بهمة النشامة دائرة الجمارك عامة ومديرية مكافحة التهريب خاصة وجميع الأجهزة الأمنية، سنكون بالمرصاد لكل من تخول له نفسه أن يعبث بأمن واقتصاد البلد. نعم، حقيقة أنا حتى لا أختزل عملية مكافحة التهريب بمديرية مكافحة التهريب، أحب أوضح نقطة، أن مسألة مكافحة التهريب هي منظومة وليس مقصورة فقط على مديرية مكافحة التهريب. تبدأ عملية مكافحة التهريب للبضاعة قبل دخولها المملكة الأردنية الهاشمية. نحن لدينا مديريات خاصة، مديرية الاستخبار تتلقى معلومات من داخل البلاد ومن خارجها. كثير من البضائع قبل دخولها إلى البلاد تكون عندنا معلومات كاملة عنها، عشان هيك تبدأ سلسلة مكافحتها وكشفها في المراكز الحدودية. كل يوم نسمع وتطالع عن الصحف أنه تم ضبط كميات من المهربات في المراكز الحدودية. حقيقة هذا نتيجة جهود جبارة تبذلها مديريات مختلفة، تبذلها زملائنا في المراكز الحدودية اللي من خلالك أيضا موجه لهم تحية شكر واعتزاز على جهودهم التي يبذلوها بمكافحة التهريب. اليوم دائرة الجمارك افترضت أنه إحنا نبذل الجهد الأكبر في المراكز الحدودية. حقيقة هناك الجهد الأكبر، يعني نحاول قدر الإمكان ألا تدخل بضاعة مهربة إلى الأسواق. وأنت كما تعرف البضاعة لابد أن تدخل من خلال منطقة محددة، لا يمكن تدخل علينا من الهواء أو من السماء تتساقط علينا، لابد أنها تدخل إما من خلال مراكز أو من خلال الحدود المنتشرة الدولة الأردنية وهكذا. بشأنك الجهد الأكبر تبذله دائرة الجمارك حقيقة في المراكز الجمركية. اليوم
نتيجة ظروف متعددة قد تتجاوز المراكز الحدودية الناس وتستطيع أن تدخل بضاعة إلى داخل المملكة الأردنية الهاشمية. هون يبدأ دورنا ودور مديريات أخرى. مشان هيك أنا بتكلم عن منظومة متكاملة. يبدأ دور مديرية مكافحة التهريب بالتحرك باتجاه المناطق بعد المراكز الجمركية. ولعله من أصعب المراكز أو المناطق عندنا منطقة العقبة نتيجة اتساع مناطق الحدود. كما تعرف منطقة العقبة هي منطقة عقبة اقتصادية خاصة، بمعنى ما فيها رسوم جمركية، وبالتالي تدخل بضائع بشكل كبير إلى مستودعات العقبة، ويستطيع بعض الناس ضعاف النفوس أن يهربوا من هذه المستودعات إلى خارج المملكة، ويستغلوا وعورة الطرق، يستغلوا كثرة المنافذ الموجودة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتنطلق البضائع إلى داخل المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا هنا ببدأ دورنا إحنا كمديرية مكافحة التهريب، بحيث نكون حقيقة دوريات منتشرة أيضا في تلك المناطق. أيضا نستعين حقيقة باستمرار بالأجهزة الأمنية، واللي هم حقيقة يعتبروا يعني داعم أساسي ورئيسي، لأنه بالأخير التهديد الاقتصادي لا يهدد فقط دائرة الجمارك، هذا يهدد كل الشعب الأردني. ومسؤولية مكافحة التهريب حقيقة هي مسؤولية مجتمعية ومسؤولية رسمية. أيضا من منظومة مكافحة التهريب عندنا مديرية مهمة وفي غاية الأهمية اسمها مديرية المخاطر. مديرية المخاطر مديرية متخصصة بدراسة البيانات الجمركية والتلاعب اللي بيصير بالأسواق، وهي تقدم التسهيلات للتجار من خلال تقديم المسارب المختلفة للبضاعة. يستطيع أي تاجر أن يعبر عن بضاعته ويقول أنا والله بضاعتي وصرح عنها، وإحنا نوع من التسهيل على التجارة. في عندنا مسرب أحمر للبضاعة وهي البضاعة التي تعاين، عندنا مسرب أصفر للبضاعة وهي البضاعة التي تدقق وثائقها، ومسرب أخضر اللي بتظل داخل إلى البلاد بدون أي تدقيق، ولكن يتبع ذلك عملية متابعة وتدقيق. يعني أنا اليوم بثق فيك وبتصرح عن بضاعتك إنه ما فيكيش أي تلاعب، بقولك تفضل أدخل البلد أهلا وسهلا فيك، وهذا نوع من تشجيع الاستثمار. ولكن من حقي كدولة إني أعمل نوع من التدقيق اللاحق عليك وتأكد أنه أنت بتشتغل شغلك بشكل سليم. مشان هيك مديرية المخاطر ومديرية الرقابة والتفتيش أيضا تقوم بعملية تدقيق لاحق والتحقق من فواتير الشركات اللي تدخل البلاد، للتأكد أنه تم التصريح على أسعار بشكل حقيقي وتم استيفاء الرسوم أيضا بشكل حقيقي. بمعنى عندنا لدينا دار الجمارك لديه منظومة متكاملة متكاتفة للحد من عمليات التهريب بمجملها، حقيقة تشكل حصن كبير. يعني نستطيع أن نقول أنه فعلا بهذا الجهد المتكاتف من جميع المديريات لدينا تجارة إلى حد كبير، تجارة آمنة. نعم التحديات موجودة والتهريب ما زال مستمر، ولا يوجد دولة في العالم لا يوجد فيها تهريب، هذا منطق طبيعي، ولكن إحنا اليوم نعتبر أنفسنا في مصاف الدول المتقدمة حقيقة بمكافحة التهريب. مرة أخرى بأكد أفضل طريقة عملتها الحكومة الأردنية للحد من التهريب في الأسواق بتخفيض الرسوم الجمركية، حتى نحكي فيها بتفصيل. اليوم التهريب له كلفة، التهريب له كلفة، حتى تنتقل حاوية على سبيل المثال مهربة من العقبة أو من أي مكان آخر تصل إلى الأسواق عليها كلفة وبتدفع، وفي ناس عربين لنقل هذا التهريب، وفي ناس متعهدين للنقل. احنا عندنا معلومات استخبارية دقيقة عنهم وندخل اليهم احيانا، وبنعرف انه الحاوية احيانا بتاخذ 13 و14 و15 و20 الف دينار بس مجرد نقلها من منطقة حتى تصل الاسواق او تصل للتجار المهربين. هذه كلفة. اليوم الحكومة الاردنية بادرت بخطوة حقيقة جريئة، وهي اعتقد انها بالاتجاه الصحيح بتخفيض الرسوم الجمركية. اليوم الملابس اللي كانت تدفع على سبيل المثال 30% والذي كان يدفع 20% اليوم قاعد صارت تقريبا صفر أو 5%. بخصوص الحاوية اللي 20,000 يعني تكون الحاوية 20 قدم، مش مبلغ مالي، مش الحاوية اللي تدخل، لا الحاوية اللي تشكل 20 قدم و40 قدم حتى تنتقل من العقبة على سبيل المثال إلى عمان أحيانا بتكلف 15 و20 ألف دينار بس أجور نقل المهربين. هاي يكون الحاوية فيها، لأنها فيها داخلها مواد مهربة. مواد مهربة. باجي أنا عندي مواد مهربة بقول لك أنا بدي تنقل لي هذه البضاعة إلى عمان، بقول كلفتها 20,000 دينار سائق الشاحنة. كويس، هذه كلفة، هذه كلفة.
اليوم دائرة الجمارك استطاعت عندما خفضت من الرسوم الجمركية استطاعت انها تعمل توازن. اليوم اصبحت الكلفة اذا بدفع رسم جمركي طبيعي قد تكون اقل من كلفته اذا بده يهرب، وبالتالي لا يوجد داعي للتهريب. لا داعي للتهريب، او سيحدث بشكل كبير بالتهريب، لان التهريب عندما يتم ضبطه ايضا له خطورة، هناك رسوم وهناك غرامات وهناك غرامة وسط نقل، وبالتالي فيه شيء موجع اذا تم الضبط. عشان هيك التاجر صار يوازنها كويس، انه انا وين مصلحتي؟ مصلحتي اهرب ولا مصلحتي ادفع رسوم جمركيه اللي هي اصبحت قليله حقيقه في القرار الاخير اللي تم اتخاذه من قبل الحكومه الاردنيه. ومره اخرى بعتبر هذا قرار جريء، وبدانا نلمس اثاره انه فعلا نلمس في انخفاض بحجم التهريب. اليوم الجهود ما زالت مستمره من مديريه مكافحه التهريب بعمل جولات مستمره على الاسواق وتلقي المعلومات. الأسواق إلى حد كبير أصبحنا نشعر أنها بدت مختلفة، لا شك أنه ما زال هناك بعض المهربات، وكما قلت قبل قليل ستبقى هناك بضاعة المهربة ولكن بحدها الأدنى. إحنا اليوم لا أستطيع أن أفصح عن أرقام، ولكن إحنا نحكي عن عدد ضبطيات. يعني اليوم لما قلت لك أنه إحنا سنة 2022 لليوم في عندنا 207 ضبط تقريبا، يعني احنا بمعدل شهر واحد شهر اثنين بمعدل 100 ضبط، في حين هناك كان في عندنا بعام 2021 حدود 150 ضبط بالشهر، يعني انت بتحكي عن تقريبا ثلث قاعد بنخفض عندنا، وهذا شيء مطمئن بالمناسبة. حتى حجم الضبطيات ونوعيتها أصبحنا نشعر انه الجهات التي كان يأتي منها التهريب بشكل كبير جدا أصبح ينخفض حقيقة، وهذا شيء مبشر. احنا نتمنى ان يكون هذا سلوك على طول السنة وعلى طول المراحل القادمة، وليس سلوك متعلق بفترة محددة من السنة، ونأمل أنه هذا سيشجع، بالعكس هذا سيشجع الدولة لمزيد من التخفيضات على الرسوم الجمركية. احنا بنعرف أن الرسوم الجمركية تشكل يعني نوع من الطمع عند المهربين لتجاوزها، ولكن أكيد إذا لمسنا أن مسألة تخفيض الرسوم الجمركية أدت إلى انخفاض ملموس وواضح على حجم التهريب، بالمقابل هذا سيؤدي إلى زيادة ملحوظة على الرسوم الجمركية المحصلة بشكل قانوني بلا شك، وبالتالي سيشجع صانع القرار بالدولة الأردنية والحكومة الأردنية أن يتخذ مزيد من القرارات حقيقة لتخفيض الرسوم الجمركية للمرحلة القادمة وهكذا. يعني شوف إحنا إذا بدنا نحكي عن مديرية مكافحة التهريب بشكل، وإذا بدنا نحكي عن المراكز الجمركية بجوز شكل آخر. المراكز الجمركية حقيقة يستخدموا أجهزة في غاية الأهمية، من أهم أجهزة الإكسري. أجهزة الإكسري وهي أجهزة من شأنها الكشف عن محتويات البضائع بشكل واضح ودقيق دون إعاقة عملية عبور ومرور البضائع. إحنا اليوم حقيقة قدام تحدي ليس بالسهل، مطلوب منا نشجع الاستثمار، مطلوب منا نسهل عملية مرور البضاعة أن لا نعيق، مطلوب منا أقصر وقت ممكن تبقى البضائع في المراكز الحدودية، لأنه وجودها في المراكز الحدودية كلفة على التاجر. أنت تعرف البضائع متعلقة بأوقات، بمعنى أنا ما بصير إنه بضائع جاية بشهر رمضان أنجزها بعد نص رمضان، ما بصير بضائع جاية بشان العيد أنجزها وقت تجاوز العيد وهكذا. بمعنى نحن نشعر بالأسواق، وهذا عملية يعني نرتبها وننظمها من خلال شركائنا بحقيقة بغرف التجارة وغرف الصناعة وغير ذلك. وأنا يعني أيضا اسمح لي أحييهم زملائنا وشركانا اللي إحنا إياهم متناغمين إلى درجة كبيرة جدا بتقديم الخدمات المثلى للتجارة، وبذات الوقت مطلوب مني أني أنا أكون في غاية الدقة بعبور البضاعة. مشان هيك نلجأ إلى استخدام أدوات في غاية الحداثة والتطور، منها أجهزة الإكسري الحديثة والتي تم تحديثها حقيقة باستمرار. أجهزة الإكسري إلى حد كبير جدا تشكل صمام أمان للبضائع اللي مرة عبر البلاد. اليوم في عندنا إذا كما قلت قبل قليل إذا تم تجاوز المراكز الحدودية بمهربات يبدأ دور مديرية مكافحة التهريب. مديرية مكافحة التهريب أيضا تستخدم تقنيات حقيقة جزء منها نستطيع أن نفصح عنه وجزء لا نستطيع أن نفصح عنه لخصوصية عملنا، ولكن أنا يعني ما أستطيع أن أحكي عنه بالعموم. نحن نستخدم تقنيات العلاقة بالأقمار الصناعية لمراقبة ورصد المناطق الأكثر تهريبا، وأيضا نستخدم بعض التقنيات التي الحديثة والمتطورة باستمرار،
وكما قلت حقيقة لا أستطيع أن أفصح عنها جميعا لأنها تعتبر من أسرار العمل. لا يعني أنا هنا تطوير منظومة مكافحة التهريب بجوز أحب أؤكد على نقطة. إحنا اليوم نعتقد أنه شركاء كثار في مكافحة التهريب. أنا اليوم عندي كوادر في مديرية مكافحة التهريب قد يبلغ حدود 300 موظف على سبيل المثال، لا يمكن هذا العدد لوحده أن يقوم بعملية مكافحة التهريب. بشكل إحنا لجأنا إلى عمل شركاء لنا أساسيين. الشركاء هم المواطنون. وأنا أخي أحمد حقيقة أود أن أشير نقطة في غاية الأهمية. يعتقد الكثير من الناس أن الهدف الرئيسي من مكافحة التهريب هو تحصيل الرسوم الجمركية. نعم هو هدف بلا شك، هو هدف مهم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن كثير من المهربين يلجؤون إلى التهريب ليس فقط للتهرب من الرسوم الجمركية. هناك الكثير من البضائع المقلدة والبضائع الضارة والبضائع التي لا تصلح، ولا وهم يعلمون أنه لو دخلت من خلال مراكز الحدودية كون هناك يوجد كل أجهزة الدولة من مواصفات وبقيس وغذاء ودواء وصحة وزراعة وإلى غير ذلك لا يستطيع أن يجهز بضاعته فيلجأ إلى تهريبها. وبالتالي إحنا نخاطب جميع المواطنين ونقول كل ما كافحت التهريب معنا كل ما حقيقة حمينا أولادنا، حمينا صحتنا، وحمينا أسواقنا. ماذا يعني أن تدخل إلى البضاعة بواجي كلها مضروبة وتأخذ علامة تجارية مميزة؟ هذا سينعكس على سيارات الناس. ماذا يعني أن تأتي على سبيل المثال زيوت تحمل ماركات تجارية مميزة وهي من أردأ الأنواع؟ ماذا يعني أن تدخل مشتقات نفطية إلى البلاد وهي مشتقات كلها ملوثة وكلها لا تصلح لسياراتنا؟ هذا جزء من شغلنا اليومي حقيقة المشتغل. هذا الموضوع لا علاقة له، لا نبحث هنا فقط عن رسوم، بالعكس هذا كله يتم إتلافه بالنسبة لنا، يتم إتلافه فورا، لا نبحث عن رسوم، ولكننا نبحث عن حماية المواطن، نبحث عن حماية مقتنياتك، نبحث عن حماية صحة المواطن. الكثير من الأدوية، الكثير من النشاطات الجنسية التالفة، والكثير من المواد التي لا تصلح تداولها بين الناس يوميا نكافحها. وبجوز إذا بتوح لنا فرصة بعد قليل نعمل جولة راح أورجيك قديش في عندنا بضاعة تأتي كلها إتلاف، كلها لا تصلح لتداولها. مشان هيك إحنا نخاطب المواطنين بنقول له أنت يجب أن تكون شريك لدائرة الجمارك. إحنا اليوم دائرة الجمارك استحدثت كنوع من تشجيع أو توسيع نطاق مكافحة التهريب، استحدثنا رقم اللي هو 105. هذا من الشيء المتاح لكل الناس ومجاني إنهم يعلمون عن أي مهربات يعتقدون موجود بالأسواق، ونتعامل بالموضوع بشكل سري تام. لا بل إذا كان حقيقة هناك ضبطيات أدت إلى دفع رسوم وغرامات نحن نكافئ كنوع من المكافأة، نكافئ الناس على حتى يبقى المواطن صالح ويبقى متشجع على 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 أداء مثل هذا النشاط. أيضا إحنا اليوم في طور حقيقة مديرية مكافحة التهريب في طور عمل أتمتة لكل عملياتها. من منظومة الأتمتة اللي عملناها إحنا اليوم شرعنا بتطبيق أبليكيشن راح يوزع على كل، راح يكون متاح على كل الموبايلات سواء الموبايلات iOS والموبايلات اللي بتعمل بالأندرويد أو غيره. من شأن هذا التطبيق إنه أي مواطن يدخله قريبا راح إن شاء الله راح نعلن عنه بس يكون جاهز، من شأن أي مواطن إنه يشوف أي بضاعة مهربة يعمل زي كليم، يعمل زي إرسال للأبليكيشن، جزء من صفحة على الأبليكيشن بحدد فيه نوع المهربات وبحدد فيه نوع البوزيشن أو المكان اللي موجود فيه مثل هذا المهربات. أيضا نتعامل معه بشكل سري تام، للمواطن له الحق أن يفصح عن اسمه وله الحق أن لا يفصح عن اسمه، هذا يعود إليه. ولكن هذا بنحاول نبني شراكة ما بيننا وبين الجمهور الشعب الأردني أن عملية التهريب هي عمل، هي آفة حقيقة وتفسد ليس فقط اقتصاد الوطن اللي هو بالأخير اقتصاد وطن يعود بنفع على جميع المواطنين الأردنيين، ولكن أيضا هذه الآفة تفسد غذائنا وتفسد دوائنا وتفسد مركباتنا وتفسد الكثير من الوسائل التي المفروض نفترض أنها تدخل البلاد بشكل آمن. يعني شوف هو اتساع نطاق العمل حقيقة شكل تحدي قدامنا، وبالتالي لا يمكن أن تكون الكوادر البشرية المتاحة مناسبة أو كافية. مشان هيك إحنا بنحاول نوسع نطاق الشراكة كما تحدثت قبل قليل. يعني عندما أنا أوسع نطاق الشراكة مع جميع فئات الشعب الأردني أنا بحاول كل الشعب الأردني يشتغل مكافحة التهريب،
لما أنا أتعامل بالشراكة مع ناس داخل الأجهزة الأمنية والناس الخارج البلاد غير نعظم دائرة أو 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 نطاق مكافحة التهريب وهكذا. أما حقيقة الرقعة التي نعمل عليها ونطاق شغلنا واسع ومختلف، نحن نعمل على جميع نطاق المملكة الأردنية الهاشمية، وبذات الوقت نعمل على مدار الساعة، نعمل 24 ساعة، الكوادر المحدودة، ولكن حقيقة همة الشباب عالية ومسؤولياتهم ملفتة للنظر، مبادراتهم خلاقة، هذا بيخلي حقيقة نوع من الأثر والكفاءة بالعمل ملموس وواضح. احنا اليوم اذا بدنا نحكي عن مديريه مكافحه التهريب تقريبا يعني بجوز احنا بنحكي عن 300 موظف، ولكن احنا زي ما اكدت قبل قليل منظومه مكافحه التهريب اذا نبدا من مراكز جمركيه والمديريات والمراكز اخرى، العدد اكيد يتسع الى كل كوادر دائره الجمارك. اخر نهار كل ضباط وافراد دائره الجمارك هو بوظيفته وخارج وظيفته هو يكافح التهريب. شوف، هي البضائع ثلاث انواع، في بضاعة مسموحة، في بضاعة ممنوعة، في بضاعة مقيدة. اليوم البضاعة المسموحة إذا تم ضبطها من قبل صاحب العلاقة، على سبيل المثال خلينا نقول ملابس لا تحمل علامات تجارية، عادي احنا نضبطها، بيجي صاحب العلاقة بيقول بحب أصالح عليها، بدفع رسوم، بدفع الغرامات المتحققة عليها وباخذها، بتصير متاحة. في الحالة ما يرغب، إذا لا يرغب بالدفع يتم حجز البضاعة وتحويلها للنيابة العامة. اليوم في عندنا النيابة العامة الجمركية، وهنا أنا حقيقة بحب أكد على دور النيابة العامة الجمركية. النيابة العامة الجمركية هي حقيقة أيقونة من أيقونات المساندة لدائرة الجمارك، هي تتبع وزارة العدل. سابقا كانت تتبع النيابة العامة لدائرة الجمارك، يمكن من 3 سنوات أصبحت تتبع إلى وزارة العدل، وهذا حقيقة كان فيه نوع من الشفافية والعدالة، بحيث إذا اختصمنا نحن مع صاحب علاقة مهما كان المهرب، حتى لو كان يهرب هو بالأخير القانون ضمن له الحقوق، وبالتالي يستطيع أن نتحاكم نحن وإياه باتجاه النيابة العامة الجمركية. النيابة العامة الجمركية تتكون من النائب العام الجمركي ومن مجموعة من المدعي العامين، حقيقة يعملوا بكفاءة ونزاهة عالية وملفت النظر، ودليل ذلك كثير من القضايا بالحول والمياه بتطلع براءة وبرجعوا البضاعة لصاحب علاقة بقول ما لكم شيء جمارك عنده. ونحن طبعا نعتبر هذا أمر قضائي نافذ لا نقاش فيه، ولكن إذا أصر صاحب العلاقة وكان من حول النيابة العامة، إذا المدعي العام بصدر حكم الأولي، إذا أصر صاحب العلاقة على الخصومة بنحول المحكمة لحاكم الجمركية. وأيضا محاكم الجمركية هي محاكم تتبع لوزارة العدل، أو يعني هي مستقلة بشكل كامل، وبالتالي يصدر حكم القضائي. فإذا كان اليوم ما بده يأخذ بضاعته كويس، اليوم بدفع غراماتها ويتنازل عن البضاعة. إذا كانت بضاعة ممنوعة مسموحة إحنا بنحولها لجمرك عمان بيبيعها بالمزاد العلني، وطبعا هذه الأموال بتروح لصالح الخزينة. اليوم إذا بضاعة ممنوعة من حيث المبدأ يتم مصادرتها ويتم استيفاء الغرامات عليها، إذا إما أن تتلف وإما أن يتم بيعها بالمزاد العلني، آسف يتم بيعها إعادة تصديرها إذا كان فيها موافقات على إعادة التصدير، وأحيانا بحدها الأدنى يصبح ذلك متاحا. وإذا كانت بضاعة تحمل زي صفة مخدرات أو سلاح أو غذاء، تحول طبعا إلى الجهات المعنية بهذا الموضوع، سواء للجهات الاختصاص لمديرية مكافحة المخدرات أو للأجهزة العسكرية، حتى تتعامل معها ضمن إجراءات البروتوكولية المعروفة.